حرام عليك رايح البقالة. طيب على طول ابراهيم على طول فكر انه يفتح فورتين هنا خلاص بس هذا الحل ابراهيم عنده هذا اللي نحتاجه هذا الحل ها طيب وين مشمع اصبر خلنا نروح فوق هنا واحد اوكي طيب في شيء يضغطون عندك ولا لا ايه في شيء ينضغط اصبر الازرق هنا طيب حاول انقز انقز انت ابراهيم ايوه اوه ابى اخذ المكعب ادري لا 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 مو بكذا مو بكذا لا لا سكر 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 البورتر سكر خذ المكعب وانزل ما يعطيني اياه لحظه طيب انزل انزل بس انزل بس انزل واسمع اوه كنت بنقز اسمع ادخل في البورتال حقي السماوي شوفه تحت شفته اي ايوه طيب تعال هات المكعب ها افا ايش فيك يا اصبر خلينا نشوف الحين وين بنطلق احنا المكعب ذا طيب اوكي لحظه طيب بيحفر الجدار لا مو بحفر الجدار يا اخوي اصبر ليش انت عجل انت لو تحاول بدل ما تقعد تستناني اسوي اشياء اروح تدور لك على شيء تسويه احيل اقول لك تسوي هذا اللي بسوي لك اياه قول لي ايش تبغى تسوي بالضبط انت يا اخي نبغى نروح احنا هناك نبي نروح هناك فهمت طيب تعال افتح بورتل هنا ابراهيم في المكان اللي مصوب عليه الليزر بس خلاص بعدين الحين لازم نروح احنا تبي تضغط على ايش بالضبط الليزر وين يبغى يروح لازم نروح ذيك الجهه اصبر الليزر وين تعال معي اركب بسرعه اركب تاكسي مت انا كله منك انا من افا كله منك بس انا مت وانا قاعد اشقلب قلت والله يعني يا اخي ابراهيم انت ما شاء الله عليك ما شاء الله علي ما يبي له شيء شوف واحد هناك استنى انقز لك تعال عشان تنزل هنا طيب انزل ما نحتاج ان نكون فوق اصلا تعال انزل لا ليزر 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 وش اللي ينقز مسافة ينقز الا ايش ما ينقز ظهر لاني داخل لسه لا. اي بروح من وراه طيب افتح لك بورتل هنا لا اي افتح بورتل هنا وانزل تحت انزل تحت روح تحت تحت وين؟ تحت لا شوف تحت وين تبغى؟ تحت انزل تحت روح يعني انقلع انقلع وين تروح يعني؟ طيب بعدين استنى الحين اقول لك شو نسوي دقيقة يا الله على الليزر كريم انت وين تبغى تودي الليزر؟ الحين بقول لك اصبر ادخل في البورتر السماوي حقي وتعال تحت شو اسوي يا اخي اصلي حقك لازم تروح تفتح في بورتل فوق ابراهيم استنى لازم تروح تفتح في بورتل فوق دقيقه ادخل في البورتل السماوي حقي الحين ويا رب ما نطيح اوكي انا ما ادري شلون الواحد يطيح من هالشيء يا اخي تحصل في افضل عوائل ده ما تحصل
بطيح مرة ثانية لحظة. فتحت البورتل واحد ايه راح فتحت خلاص. الثاني انزل الحين انزل ولا لا باب يطيرني زين. الحين ادخل في البورتل السماوي مرة ثانية. مرة ثانية بعد لو طحت بسوي كوت ترى بطلع من الجيم. اوه لا ما طحت. بعدين فتحت في بورتل هناك ايه. طيب تعال افتح بورتل هنا الحين بس خلاص يلا مشينا. يلا يا اخي عطلتنا عطلتنا ها. هذه عاد حركة جديدة. بريك دانس. طيب يلا هذه ضبط لك كل شيء. اوه ايش هذا صار برتقالي ايه الازرق يخليك تمشي قدام برتقالي يخليك ترجع عرفت اها ف يعني سهل اي سهل سهل. استنى لا تسوي شيء ها هذه مره سهله عاد خليك تحت انت اسحب عليك. لا لانك لازم تضغط الزر يا عبيط. اي زر اللي الحين بد اللي يخليه برتقالي. اوكي اضغط الزر الحين. شف يا اسحب عليك يا قنك. يلا وين حط على مربعنا ما ادري ايش طالع فيني ما هي برايح. مو لازم واحد ينقز. لا 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 مو بلازم دقيقه يلا. بس خلاص خلاص ايه خلاص الله روح بيتنا. روح بيتنا الحين. استنى بس خليه يفتح الجسر يلا. I was just asking blue if you trusted you. اخسي الفيفرت انت تحبك اكثر مني. مو بنت اخس شيك ما دخلت طيب الغرفه الحين. ابغى اسوي هاي فايف ما عندي ما يصير. والله بعدين اسوي هاي فايف راح. زين الحين اطالبك واحد هاي فايف. اخ يا اخي رقبتي قايمه علي يا اخي ما ادري ايش السالفه. الجلسه على الكرسي قدام الكمبيوتر تعور. ايش يعني تبي تتبطح؟ لا يعني قصدي انه يبي لي اجيب لي شيء على الكمبيوتر عرفت الكرسي قصدي انه يخلي رقبتي ترتاح اكثر. روح لا مو بكذا غلط الا صح. لا مو بصح غلط. طب انا بفتح لك بورتل لانك اساسا اذا مريت من هذا بيتسكر بيروح. روح طيب لا تسحب علي. اوه الطريق مسكر. طب افتح لك بورتل بسرعه هنا وبورتل ما ادري وين دور لك مكان ثاني بسرعه. لا واحد اثنين با... اوه فوق سمير شوف تهيك عمد تعال تعال ما مسوي فيني خير عادي تعال تعال افتح لي بورتل هنا وافتح لي بورتل هنا بسرعه مامي. شوف الناس شلون يسوونها. شوف اوه لا ليش رجعت انا؟ ليش رجعني؟ ها اسحب عليك؟ رجعني الزبدة انا خلاص بموت مرة ثانية. بموت مرة أولى يعني. والله ضحكت عليك ومت على طول. تستاهل. طيب
لا لا انا لازم افتح لك البورتلز ترى. طيب وين في الاماكن تفتح فيها بورتل اصلا؟ هذا انا قاعد ادورهم الحين اصبر. ما يفتح على هذا الابيض الشفاف صح؟ لا اي ما يفتح. انت فتحت بورتل هناك صح؟ وين؟ ذيك الجهه الظاهر هناك على اليمين. اي في مكان هناك تقدر تفتح. اوكي احنا بس ما يمديك توصل له من هنا. طيب روح انت هناك، روح هناك الحين. طيب افتح اللي قدام شلون؟ افتح اللي هنا اللي على اليمين. او تدري شلون هذه؟ اصبر اصبر لا لا تدري ان اصبر بدا عرفت 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 شلون الحين. ايوه افتح اللي على اليمين بعد شوي لما تنزل من هناك من فوق. لحظه افتح واحده هنا وواحده فوق على اليمين صح؟ لا بس بتتسكر البورتلز حقتك اصلا. لا بس انت او صح صح بتتسكر البورتلات حقتك. طيب فوق ما في شيء ما في. طب حاول تنقز على هذه، حاول تنقز على اليمينك على طول بسرعه. انقز 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 انقز. ايوه افتح لك الحين بورتل هنا. طيب وبورتل هنا بورتل هنا بسرعه بورتل هنا. لا بورتل فوق بورتل فوقك على طول بورتل فوقك. ايوه طيب ويني انا الحين؟ انت قاعد تمشي تروح. اوه اي صح واضحه ما يبي لها شيء. اوكي يو زي ما طحنا. طيب الحين الحين تقلب الموضوع كله. طيب استنى الحين انا اتوقع انه جاء دوري اظن يعني. الحين دامنا بالعكس افتح البورتال عندك ما راح ياثر عليك شيء. بس في الشيء هذا اللي ما يخلي اذا مشيت منه تسكر بورتالاتي عرفت؟ ايه. طيب انت جرب تفتح بورتال هنا ابراهيم وما تقدر تفتح لي بورتال هنا انت ما تشوف؟ لا ما اقدر. ما تقدر ها؟ ما يوصل. في ازاز ذا في الطريق. عرفت. افتح بورتال هنا. هنا. وبورتال هنا. انت بتجي عندي. افتح بورتل هنا. تبي تجي عندي انت؟ يلا ورنا بيجي عندك علمني شلون. خلينا نشوف. بعدين. تعال عندي. شلون اجي عندك؟ ما يصير تجي عندي. بورتلاتي بتتسكر يا عبيط. افتح بورتل هنا. افتح احمر هنا. حلو؟ والحين روح اقلب خلها برتقالي، خليها تقلب برتقالي. طيب اوكي لا تسوي ولا شيء خليك بس انت قالب برتقالي الحين. ايوه طب على الثاني. ايوه اقلبه ازرق الحين. تبي اجيبك عندي يعني؟ لا انا اللي بيجي عندك مالك شغل. بسحب عليك يعني بخليك تطيح. يلا يا اخي اخرتنا. يلا جاي. You know what makes me laugh? The thought of you cutting that out. Moon, do you feel betrayed by Orange for telling me those horrible things about you? If Orange had said those things about me, Orange would never make it to the next reassembly station. يا ساتر تبي تذبحك يا ابراهيم. مات. سارت ردت عليها على طول. صح وجهها. Mmm.